الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أرحبوا بحضراتكم من جديد مع هذه الانطلاقات المتواصلة والاندفاعات المميزة من هنا على أرضية عاصمة الميادين، من هنا من ميدان الوثبة، في انطلاقات أول أيام مهرجان زايد التراثي. الله، الأسماء بدأت بالتزايد والشعارات انطلقت بانطلاقة الشوط الثالث للحقائق الإبكار والأربعة كيلومترات. أول الأسماء المنطلقة وأول الشعارات هنا، بداية على بداية هذا الشوط. وناصر بن مبارك بن قران المنصوري على المقدمة، ثاني المراكز، وصلت وانطلقت وسام على المركز الثاني، خلفان بن مبارك بن فاضل المزروعي أيضا من وصلت في هذه اللحظات، وانطلقت حلف لتتواجد في هذه الأثناء على المركز الثالث، محمد بن الشيبة بن صالح المزروعي رابع المراكز، وصلت وانطلقت في هذه اللحظات اليافل. يا سلامي على اليافل، وخلفان بن راشد بن محمد بن راشد بن خلفان خامس النداءات وخامس المراكز، وصلت عجيبة يا عجيبة. ومع عجائب هذا الشعار، شعار الشوط الأول الرئيسي في هذا اليوم، وجمع بن محمد بن جبر المهيري. الله 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 الله، وصلت في هذه اللحظات مياسة، انطلقت مياسة بشعار أحمد بن مبارك بن حمود الظاهري لتنضم إلى كوكبة الأسماء المنطلقة والمندفعة على المراكز الخمسة الأولى. سادس النداءات، وصلت في هذه اللحظات وانطلقت، وصل شعار دكتور الأصايل عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، وشعار الشوط الرئيسي للحقائق القعدان انضم إلى سادس المراكز. سابعا، وصلت وانطلقت في هذه اللحظات براقة السعيد الصغير بن علي الوهيبي، وصل في هذه الأثناء أيضا انطلقت شودة في هذه اللحظات، محمد بن سالم بن عيد الجابري انضم مع شودة. ثامنا، وصلت ديمة محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. وتاسعا، وصلت في هذه اللحظات قطوف سعيد بن محمد بن حمد بن محمد المزروعي. عاشر النداءات، وصلت في هذه اللحظات العفريت، ووصل المجازف محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري. ولكن أعود إلى المقدمة، صدارة الشوط. الله الله، الأسماء التي انطلقت في هذه اللحظات مع لوحة الكيلو والنصف والمقدمة والصدارة مياسة مياسة مياسة. أحمد بن مبارك بن حمودة الظاهري منطلقا ومندفعا مع مياسة على صدارة الأسماء. المركز الثاني بداية، يا بداية الخير في يوم الخير، في يا سلام دولة الخير. وناصر بن مبارك بن قران المنصوري، وصل دكتور الأصايل. الله على انطلاقات هذا الشعار في هذا اليوم، وصل في هذه اللحظات مع مواري عبيد بن سلطان بن علي الكتبي، وصل على المركز الثاني وانطلق في هذه اللحظات. المركز الثالث، ثالث اللحظات، وصلت في هذه الأثناء بداية ناصر بن مبارك من قران المنصوري، ووصل المجازف لينطلق في هذه اللحظات مع العفريت. يا سلام حلف، انطلقت حلف وشعار محمد بن الشيبة بن صالح المزروعي، ولكن خلوني مع شعار الظاهري وشعار دكتور الأصايل. والمجازف بدأ يتحرك القادم من منازف. الله الله،
وصلت من وصلت، انطلقت احتفال حمد بن سالم بن سعيد الحجري، وصل في هذه اللحظات الحجري. ولكن هناك دكتور الأصايل منطلقا على المقدمة مع موارية موارية موارية، أي على المركز الأول وعلى الصدارة العفريت. انطلق العفريت، انطلقت العفريت بشعار المجازف بن زيتون المهري. الله الله، يا سلام يا سلام، العفريت واللحظات الأخيرة، اللحظات الكبيرة، لحظات الناموس، لحظات الفوز مع المجازف مع العفريت، والسلام إلى منازف. يا سلام يا سلام، السلام 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 والتهاني هناك إلى منازف مع العفريت محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهري. ثاني المراكز وصلت به وانطلقت مواري عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، وثالثا وصلت بشاير محمد بن ضعيف بن حمد بن غدي الاكتبي، ورابعا وصلت على رابع المراكز مياسة بشعار أحمد بن مبارك بن حمود الظاهري. على المركز الرابع المركز الخامس وصلت الشايبة مطر بن بخيت بن سالم بن رشيد على مستوى خامس المراكز. إذن هناك التوقيت الزمني وست دقائق، ست دقائق ست ثواني وجزئين من الثانية. هنا لحظات وصول العفريت محمد بن زيتون المهيري تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت موارية وست دقائق ست ثواني وتسعة أجزاء من الثانية بشعار بن رشيد دكتور الأصايل. وثالث المراكز وثالث التحديات وصلت به بشاير بشعار محمد بن ضعيف بن حمد بن غضي الاكتبي، وست دقائق 11 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.